ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي يسود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. سلام المسيح، برحب فيكم بحلقة جديدة من ترنيمة وعود، وترنيمتنا اليوم اسمها غاسل أثامي. كنت بتأمل في سفر أشعياء الإصحاح 53 وعدد 5 بالتحديد، واللي بيقول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. وبتأمل في هالكلام اللي انكتب مئات السنين قبل تحقيق هاي النبوة، قبل مجيء السيد المسيح، وكيف الناس كانت فهمة كل الأمور غلط، والله يتغاضى ويعمل للناس وإحنا منحلله بطريقتنا الخاصة. بس ما بلوم ناس اللي عاشوا بزمن أشعياء اللي تنبأ عنهم حيكونوا في المستقبل، اللي تنبأ لهم في زمن أشعياء اللي رح يحصل في زمن السيد المسيح. لكن أنا بشوف حالي اليوم، أنا كل ما بتمادى بالخطية والشر بقول لأ، ربنا مش شايفني، أو ربنا نايم عن الخطية، أو بعزي نفسي بقول لأ ربنا غفور رحيم. وكله سواء ربنا غفور ورحيم صح، بس يا ترى أنا عارف إمتى آخر ساعة، آخر لحظة إلي في هالدنيا؟ صلاتي اليوم إلي وإلكم إنه اللي بعيد يقرب اليوم، وما يعطيش حاله فرص تانية، لأنه الفرصة مش بإيدك، وقتك مش بإيدك. وبنفس الوقت بعطي العظمة والسجود والإكرام لهذا الإله اللي فيه كل شيء، اللي بيطلب يسوع بلاقي كل شيء. وهي كلمات الترنيمة اللي بتقول: غاسل أثامي بدمك، ماحي عاري بصليبك، ساتر عيوبي ببرك، وشفيني بتعذيبك، بحبره شفينا، بجلداته شفينا، زي ما تنبأ النبي أشعياء. أنا بقول شفيني بتعذيبك، كل العذاب اللي صار، اللي منه الجلدات والإهانات والبزق والضرب، كان مجمل العذاب هذا كله لخلاصي وشفائي أنا من الخطية. والأبيات بتقول: حاسس بكل أناتي، فاحص خفايا قلبي، فاهمني أكتر من ذاتي، مختبر حزني وتعبي، أنت وحدك، أنت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. أنت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. شايف تفاصيل أيامي ومرتب بالحكمة مصيري، سامعني قبل كلامي وعارف مستقبل تفكيري. أنت وحدك، أنت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. أنت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع. وبشجعك عزيزي المشاهد، بشجعك عزيزتي المشاهدة، مهما كانت ظروفك ومهما كانت تجربتك اللي بتمر فيها، اتذكر أنه يسوع هو فوق كل التجارب، وطالما أنت معه حيمرقك فوق كل التجارب هاي برضو. كمان بصلي يكون معك ويرفعك ويرفعك في كل ما بتمر فيه، ويكون هو الشافي لكل، هو الشافي لكل واحد بيصدق. وبصلي انه نكون كلنا منصدق الكلام اللي بنقوله بالترانيم، امين. تعالوا نسمع الترنيمه. ترنيمه وعود، والترنيمة مكتوبة على مقام النهاوند، بس هالمرة أخذت نهاوند من درجة الله أو الـA. والنهاوند هو نفسه الماينر
في التصنيف الغربي. So A minor أو نهواند إلا. والنوتات هي ماحي عاري بصليبك، ساتر عيوبي ببرك، شافيني بتعذيبك. غاسل أثامي بدمك، ماحي عاري بصليبك، ساتر عيوبي ببرك، شافيني بتعذيبك. انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. حاسس بكل أناتي، فاحص خفايا قلبي، فاهمني أكتر من ذاتي، مختبر حزني وتعبي. حاسس بكل أناتي، فاحص خفايا قلبي، فهمني أكتر من ذاتي، مختبر حزني وتعبي. أنت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. أنت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. تفاصيل أيامي ومرتب بالحكمة مصيري، سامعني قبل كلامي وعارف مستقبل تفكيري. شايف تفاصيل أيامي، مرتب بالحكمة مصيري، سامعني قبل كلامي وعارف مستقبل تفكيري. انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. وحدك يا يسوع، يا يسوع. لك المجد، لك المجد. بودعكم مع تقسيمة عود لغاية ما نلتقي المرة الجاي. سلام المسيح.